عايز اكلمكم النهارده عن مثل البيتين، البيت المبني على الصخر والبيت المبني على الرمل، اللي وردوا في اخر العظة على الجبل في متى اصحاح 7. السيد المسيح يتكلم عن اللي يسمعوا كلامه ويعملوا بيه، وعن اللي بيسمعوا الكلام وما بيعملوش بيه. فبيقول الآتي: كل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه عظيما. فلما أكمل يسوع هذه الأقوال بهتت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة. عايزين نتأمل في الحكاية دي دلوقتي. كثيرون عاصروا السيد المسيح وسمعوا كلامه، ولكنهم لم يصيروا تلاميذ له، ولم يكن الجميع بدرجة واحدة. إزاي؟ هناك أشخاص كانت لهم آذان ولكنها لا تسمع، لهم آذان ولكنها لا تسمع، يعني الكلام يخش في الأذن الخارجية فقط وما يخشش جوه وما ينتقلش من جوه إلى العقل والقلب. آذان لا تسمع. والموضوع ده بنقوله إحنا في وشية الإنجيل لما المسيح بيقول لتلاميذه: أما أنتم فطوبى لكم لأن لكم آذان لأنها وتسمع، ولكم عيون وتبصر. ففي ناس لا يسمعون الكلمة، لهم آذان ولكنها لا تسمع. وفي نوع يسمع ولا يتأثر، يسمع ولا يتأثر. وفي نوع يتأثر ولا يعمل، وفي نوع يعمل ولا يستمر. وأفضل الأنواع الذي يسمع ويعمل ويعلم، وبهذا يقود غيره إلى طاعة الوصية، كما قال السيد المسيح: وأما من علم وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت الله. الإنسان الذي لا يسمع على الإطلاق كالكتبة والفريسيين، ما كانوا يريدون سماع المسيح. الذي يسمع ولا يتأثر أو يتأثر ولا يعمل مثل الشاب الغني الذي سمع كلام المسيح ومضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثير، والذي يعمل ولا يستمر مثل النبات الذي كان حوله الشوك فنبت قليلا ثم طلع الشوك وخنقه. وهناك أشخاص سمعوا المسيح وشكوا فيه أو أعثروا منه، كما حدث في يوحنا 6 لما تكلم عن التناول من جسده ودمه، البعض أعثروا ورجعوا إلى الوراء
وقالوا ايه ده بيقول ايه الكلام ده. وهناك اشخاص سمعوا المسيح وانتقدوه كرؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة والفريسيين، وجادلوه ولم يتجاوبوا وقاوموه. المسيح نفسه بكل ما فيه من حكمة، بل هو أقنوم الحكمة، وبكل ما له من تأثير، لم يكن الجميع يسمعون كلامه ويتأثرون به وينفذون ما يقول، بل إن رئيس الكهنة أثناء المحاكمة في السنهدرين لما سمع كلام المسيح بعد أن استحلفه أن يقول هل هو المسيح أم لا، مزق ثيابه وقال عن المسيح: قد جدف، ما حاجتنا بعد إلى شهود. إذن السماع موجود، لكن المهم في التأثر والعمل. بولس الرسول أيضا وهو من أكبر المعلمين في المسيحية، إن لم يكن أكبرهم جميعا، كان الناس يسمعونه. مرة تكلم فقالوا له: سنسمع منك عن هذا أيضا. ومرة تكلم في آثينا قال له: ماذا يريد هذا المهذار أن يقول؟ ومرة تكلم أثناء محاكمته فقال له الوالي: كثرة الكتب حولتك إلى الهذيان يا بولس. وفي أوقات لما تكلم عن القيامة تضايق منه الصدوقيون، ولما تكلم عن تبشيره للأمم أرادوا أن يقتلوه أو أن يرجموه. رسول وبيتكلم. المهم إن الإنسان تكون له آذان للسمع ويسمع ويتأثر ويعمل بالكلمة. علشان كده إحنا في أوشية الإنجيل بنقول لربنا: فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة. الذي يتأثر ويعمل هو الذي يدرك تماما قول الرب: كلامي الذي أقوله لكم هو روح وحياة، في يوحنا 6. فيدرك الروح اللي بيتكلم به الرب، يدرك الروح الموجود في الوصية ويحوله إلى حياة. ما دام يحوله إلى حياة أو يحيا به، يبقى هو ده اللي بيسمع ويعمل. لأن مجرد السماع لا يكفي، المعرفة وحدها لا تكفي. كثير من الناس يحبون المعرفة، يمتلئ عقلهم بالمعرفة الدينية ويعجبون به ويفرحون به، لكنهم لا يعملون. الذين سمعوا المسيح في العظة على الجبل قال عنهم الكتاب: بهتت الجميع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة. بهتوا، اندهشوا وعجبوا، بهروا، لكن ما نعرفش بعد ما مضوا عملوا بالكلام ولا لا، حولوه إلى حياة ولا لا، نسيوه ولا ظل ثابتا في أذهانهم. الرسل
لما بعض الناس سابوا المسيح وقال لهم انتوا الاخرين عايزين ترجعوا، قال له بطرس: الى اين نذهب؟ كلام الحياة الابدية هو عندك. شعر الرسل ان كلام الحياة الابدية هو ده. كل انسان يهتم بابديته يهم الكلام يسمع ويعمل به. سماع الكلمة هو أول الطريق، والمعرفة هي أول الطريق، لكن ليست كل شيء، لأن الشياطين أيضا تعرف أشياء كثيرة. لكن أحب أن أقول لكم إن المعرفة الدينية هي مسؤولية، مسؤولية، مسؤولية ودينونة. لأن الكتاب بيقول الذي يعرف أكثر يطالب بأكثر. فكل شيء من المعرفة الدينية يضاف إلى عقلك وإلى ذهنك وإلى معلوماتك أنت مطالب به أمام الله، أنت مطالب به. ربما لو كنت لا تعرف كان لك عذر، أما وأنت تعرف فلا عذر لك. الكلمة مسؤولية، يلزم معها الاقتناع والطاعة. لكن المعرفة وحدها لا تخلصنا، الذي يخلصنا هو العمل الصالح. تقول طب يا ريتني ما عرفت لكي لا أطالب بأكثر. هنا أقول لك ما قاله القديس أغسطينوس، ولعلكم سمعتموه مني من قبل. قال: هناك فرق بين الجهل ورفض المعرفة. إذا أنت رفضت المعرفة لكي لا تطالب بأكثر ستدان على رفضك للمعرفة. إذن ينبغي أن تعرف ثم تعمل بما سمعت وبما عرفت. أنت لو أخذت المعرفة على أعظم المعلمين في الأرض، ولو أخذت المعرفة من الكتب من أقوال الآباء القديسين العميقين في معرفته ومن كل الحكماء، ولم تعمل، فأي شيء تكون قد استفدته؟ الشاب الغني سمع من المسيح نفسه الذي هو المعلم الصالح وهو مصدر كل علم ومعرفة ومضى حزينا. إذن لابد أن تسمع وتحول الكلمة إلى حياة عن طريق التداريب الروحية المستمرة، وعن طريق ضبط النفس، وعن طريق الجهاد الروحي، وتحول ما تسمعه إلى حياة. ما تسمعه تنقله من الأذن إلى العقل، ومن العقل إلى القلب، ومن القلب إلى الإرادة، وبالإرادة تنفس. لكن مجرد السماع ما يوصلش. طب ملايين بيسمعوا كل يوم، والمسيح سمعوه آلاف وعشرات الآلاف. مجرد السماع لا يكفي. حتى لو قبلنا الكلمة بفرح، مفروض ان هذا الفرح يتحول الى عمل. عشان كده السيد المسيح
ضرب هذا المثل في بيتين، بيت مبني على الصخر وبيت مبني على الرمل. البيت المبني على الصخر الذي بناه عمق في الأرض إلى أن وصل إلى الصخر، وصل إلى العمق ووصل إلى الصخر الثابت وبنى بيته عليه. اللي بنى على الرمل بنى على سطح الأرض. الصخر له الثبات والصلابة، أما الرمل فهو متحرك ومتغير، يمكن أن يتحرك ويتغير، وممكن أن ينجرف وممكن أن ينحرف، ليس له ثبات. أنت المهم لازم يكون للكلمة ثبات في قلبك وعمق في قلبك. عمق، في مثل الزارع قال عن نوع: إذ لم يكن له عمق جف. لازم تاخد الكلام وتدخله إلى أعماقك، لازم تاخد الكلام وتدخله إلى أعماقك. داود النبي بيقول: خبأت كلامك في قلبي، دخلته جوه قلبي وخبيته، يعني ما خليتوش يخرج من جوه القلب، دخل جوه وما يخرجش لكي لا أخطئ إليك. البيت اللي مبني على الصخر هو أي بيت؟ صخر الدهور هو السيد المسيح. البيت المبني على الصخر هو البنيان الروحي الذي يبنى على السيد المسيح نفسه، وعلى الإيمان به، وعلى عمل الرب فيه، كما قال بولس الرسول: لكي أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. جايز البيت المبني على الرمل هو البيت المبني على الجهد البشري وعلى الغرور البشري الذي يظن أنه يستطيع أن يعمل، يقول أيوة الوصية دي أنا هعمل بيها خلاص، غرور. لكن ينبغي أن تستصحب الرب في كل خطوة، تقول له: يا رب اديني قوة إني أعمل، أنا بدونك لا أستطيع أن أعمل شيئا. أنت بتقول من يسمع كلامي ويعمل به، طب وأنا إزاي أعمل به من غيرك؟ تمسك الرب ولا ترخيه من يدك، وتقول له: اديني قوة ان انا اشتغل. يبقى بيتك مبني على الصخر. البيت المبني على الرمل بيت غير ثابت، غير ثابت، ليس له ثبات، وربما يتصف بالتردد. الرمل بيتحرك ويتصف بالحركة. المبني على الصخر هو المبني على الإيمان القوي الذي لا يتزعزع. طب تقول لي إيمان يعني بس قانون الإيمان؟ لا، أقول لك حاجة تانية. أنت لو آمنت بأن في يوم للدينونة تخاف من الدينونة، ولو آمنت بأن في يوم للموت وتترك العالم هتخاف، ولو آمنت انك انت ستقف امام الله ويحاسبك على كل ما فعلته هتخاف. لكن بدون هذا الايمان يكون بيت مبني على الرمل. كل اساس غير المسيح هو رمل. المسيح هو الصخر الرحيم. تعيش بالمسيح، تبدأ به حياتك
تستمر في حياتك معه، تموت معه، تختم حياتك به، تبدأ به، تستمر به، تختم حياتك به. يكون ربنا ثابت فيك وانت فيه، هو ده الأساس الصخري. يكون ربنا ثابت فيك وانت فيه، هو ده الأساس الصخري. البيت المبني على الصخر هو البيت المبني على المحبة الحقيقية لله من أعماق القلب، هو ده الصخر. والبيت المبني على الرمل هو المظهر الخارجي والشكليات الخارجية ومجرد الممارسات الخالية من الروح، اللي قال عنها ربنا في إشعياء إصحاح 1: حين تبسطون أيديكم أستر وجهي عنكم وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع، أيديكم ملآنة دما. لازم يكون بيت مبني على الصخر بثقة كاملة في الأبدية. من غير ثقتك بالأبدية يبقى كل تصرفك مفيش. من غير المحبة القوية لله كل تصرفك مفيش، يبقى مفيش صخر في حياتك، كله رمل. فاسأل نفسك: هل بيتك مبني على الصخر ولا مبني على الرمل؟ بيقول الكتاب ان تنزل الامطار، جاء نزل المطر وجاءت الانهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط. الامطار بتنزل من فوق والسيول بتيجي من تحت والرياح بتيجي من الجوانب. فالمبني على الصخر لو جات له تجربة من فوق من تحت من الجوانب هو زي الصخر ثابت. لو جات له التجارب من العالم، من الجسد، من الشيطان، برضه ثابت انه مبني على الصخر. انت جايز تبتدي حياتك بالمسيح، لكن الجو الهادئ قد لا يستمر طويلا. هيجي وقت تهب الرياح وتيجي السيول وتنزل الأمطار وتختبر كيانك هل هو ثابت ولا لا. كتير من الناس بيقولوا يا رب يا رب، لكن ربنا بيختبر ثباتهم. طول ما هم ماشيين في الحياة في أمطار وفي زوابع وفي سيول تريد أن تجرفهم، فهل هم من النوع اللي بينجرف ولا لا. البيت المبني على الصخر لا يسقط، لأن المحبة لا تسقط أبدا، محبتك لله. والبيت المبني على الرمل هو البيت اللي ممكن سقوطه واللي سهل سقوطه واللي سقوطه يكون عظيما. منين ما تلاقي نفسك ابتديت تسقط اشعر ان بيتك مبني على الرمل. فكر في الاساس اللي انت بتبني عليه حياتك، اساس قوي ولا اساس ضعيف؟ بتعتمد على ارادتك الضيعة ولا بتعتمد على ربنا في كل حياتك؟ شوفوا بولس الرسول بيتكلم في كورنثوس الاولى 3 كلام يشبه هذا، بيقول ايه: انا كبناء حكيم وضعت اساسا. انا كبناء حكيم ايه؟ وضعت اساسا، الذي هو يسوع المسيح. ولكن ان كان احد يبني على هذا الاساس ذهبا، فضة، حجارة كريمة، خشب، عشب، قش، فعمل كل واحد سيصير ظاهرا لأن اليوم سيبينه،
لأنه بنار يستعلم، وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو، إن بقي عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أخر أجرة. يعني الكنيسة ادتك الإيمان، ادتك الأساس اللي هو المسيح اللي انت بتبني عليه، لكن انت بتبني عليه ذهب ولا فضة ولا قش ولا خشب؟ بتبني ايه؟ بانه بنوع البنيان. لما تيجي التجربة تشوف عملك بيحترق ولا لا، تشوف انت بتثبت ولا لا. من ان ما تلاقي نفسك بتسقط اعرف ان اساسك مش مظبوط، قل لازم اصلح اساسي، مش اصلح التصرف الخارجي بس، اصلح الاساس. ولابد ان احنا بنختبر. الاختبار الاول هو اللي بيجي في حياتنا ده، اللي هي الاعمال التي نمر بها. والاختبار الاخير هو الموت والدينونة، اللي يختبر فيه احنا بنين على رمل ولا على صخر، بنبني فوق الصخر بنا مظبوط ولا قش ولا خشب. النار تستعلنه. امامك الفرصة الان انك انت تصلح الاساس وتصلح العمل. التجارب اللي هتختبرك جايز متاعب في العالم، جايز اغراءات، جايز اضطهادات، جايز الم، جايز تعب، جايز اي حاجة. وهكذا ربنا اعتبر ان اللي ما بيعملش بكلامه هو اللي ماشي ببيت ليس له اساس، وانما هو مبني على الرمل. نكتفي كده، اتفضل.